ايه 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 السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. قبل ما ابتدي الفيديو النهارده حبيت اطمنكم على سيمبا لاني كنت نزلت صوره على الانستجرام. الناس اللي مش متابعاني على الانستجرام شاور ثلاث وحيد ان هو كان بيعمل عمليه وكان معلق محاليل، بس هو دلوقتي حابب يطمنكم على نفسه ويقول لكم ان هو بقى فل. صح يا سيمبا؟ هو دلوقتي بقى 100 100 وزي الفل. طبعا انا كنت الاول عادي بسيبه ان هو يقع على الارض، يعني بسيبه كده ينزلق من على الارض، بس دلوقتي طبعا عشان هو تعبان فانا ما اقدرش ارميه على الارض، يعني بنزله انا بنفسي. طيب عايز تطلع بره؟ حاضر. طبعا هو تعبان فاحنا بنعمل له اي حاجه هو عايزها. اتفضل يا عم. وبرضه كنت منزل على الانستجرام من فتره كنت قايل لكم ان انا بعمل مسلسل، مسلسل اسمه القضيه 404. المفروض المسلسل ده بطولته كلها من ذوي الهمم، وانا كان دوري عمل تطوعي. فانا النهارده المفروض ان التكريم بتاع المسلسل النهارده كل ابطال المسلسل هيتكرموا بما فيهم طبعا انا هتكرم معاهم برضه. فيلا بينا عشان احنا المفروض متاخرين اصلا على التكريم. هنروح على التكريم وبعدين نرجع اقول لكم هنعمل ايه في الفيديو النهارده. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا وزيرنا ومعانا محمد العسليه حبيب قلبي وجودي العسل حبيبي. احنا دلوقتي وصلنا المعاب بالظبط فنتفرج على العرض بقى كلنا مع بعض. هقولها تاني مش هتنيها لكو اللي يعوج لي بقه انا بتاع رقبته ويقلده حبيبي. هو بيموت في شاور واخو شاور يقول احمد شاور اتجوز، احمد شاور راح جاب فستان. والنت والنت على الفول اصلك فلوس النت عليها على شاور واخو احمد شاور. انت ممكن تاخدي منهم فلوس النت دلوقتي. انا بقول عايزه تيشرت وكاب من نوك. كمان حابين نقرب عمر شاور. يا جماعة أنا حابب أقول حاجة لعمر شاور. الراجل ده أول ما فكرنا نعمل مسلسل ما كانش فيه حد بيدعمنا وما كانش فيه حد بيحاول إن هو يساعدنا. أول ما عرف إن إحنا بنعمل حاجة لذوي القدرات الخاصة جه جري بدون أي مقابل مادي وكان بيقعد اليوم والاثنين والثلاثة عشان خاطر الولاد. وعشان كده بشكره قدام كل الناس وبقول له كل شيء بتقديرك وفعلا حبك للناس ودعمك ليا. شكرا يا عمر. بصراحه هي تجربه فريده من نوعها وانا اتشرف يعني اولا بمعرفه انصاري ومستر خوده والاطفال زي القمر والمسلسل قمري. انت اللي عمر يا حبيبي، انت اللي عمر، ربنا يكرمك فترة، انت اللي عمر. ودلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا خلصنا التكريم، طبعا المفروض ان احنا نروح نستريح، بس عشان نقدم لكم اجمد فيديو في المجرة مش هنستريح. المفروض ان احنا دلوقتي هنروح عشان لأهل الكلام كله. هنروح دلوقتي لأهل العريس اللي هم يعني ستي والعائلة بقى الكريمة كلها اللي انتوا ما شفتهمش قبل كده. مفاجأة لأول مرة. مفاجأة يا جدعان. كبيرة عيلتنا. الكبيرة أوي أوي. وكبير عيلة العروسة. التايتة. أهم حاجة بقى حابب أقولها لكم قبل ما نتحرك من هنا إن احنا عاملين أغنية جامدة جدا اسمها ست تعبانه ادعوا لها. تنزل يوم السبت الجاي انتظروها عشان هتكسر اليوتيوب. طيب دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض ان احنا على باب تيتا. طبعا احنا قلنا لهم ان احنا يعني قلنا لهم يلبسوا النقابه لان خالتي منقبه ومامتي منقبه وامنيه منقبه، فاحنا قلنا لهم ان هم يلبسوا النقاب عشان احنا معانا بودي ويلع هو اللي بيصور. الف مبروك لابو عز وابو عز. عشان طبعا يعني هو لو هم لو احنا جينا صورناهم على غفله هيبقى شعرهم باين وهيبقوا قاعدين بلبس البيت وكده. فاحنا قلنا لهم مش لازم الكلام ده يا جدعان، مش هينفع نصورهم على غفله، احنا لازم نعرفهم الصور. مش معنى قلنا لهم ان احنا معانا بودي ما قلنا لهمش على المفاجاه، يعني هم هيبقوا لابسين بس عشان بودي معانا. يلا بينا. ايوه الدودو احلى دودو. طبعا دودو هنا في البيت عسليه ده عارف كل حاجه بس مدكن ده. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ عامله ايه عسل؟ ايه الحلوه دي؟ ايه حبيبي 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 وحشتني 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 يا حبيبي. اتفضل يا عسليه. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا حبايبي؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عسليه. الحمد لله على السلامه. قال يا عسل تعال. الحمد لله على السلام. ازيكم عاملين ايه المفاجاه الجميله دي؟ بدا انت احلى مفاجاه يا ام العيال. احلى مفاجاه. خير بس يا حاج احنا جاي لك في موضوع مهم يعني. ايه خير يا حبيبي؟ انا انت مش هتقول خير. يلا فرحوني. قولي يا بنت فرحوني. بصي يا تيتا قولي انا حامل. بارك الله.
انا قبل ما نتكلم في اي حاجه دي خالتي ودي امي ستي حبايبي حبيبه وامي الثانيه ستي حبايبي حبيبه مشي انت سامعين ده ايه والاغنيه عندها مفاجاه وانا اللي هقول كل حاجه ايوه ما هي مفاجاه معاها مفاجاه معاها هنا يا جماعه دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا خلصنا بيت عشان هو المبدا خلصنا بيت العيله بتاعت احمد دلوقتي احنا عند بيت العيله بتاعت مراتس ام عز دلوقتي برضو احنا قاعدين نفس الموضوع ان احنا جايين بس يعني ان هم يبقوا عاملين حسابهم ان في حد غريب جاي عشان بس خبط يلا انيو ايوه حمو احلى حمو كله تمام انت شايف الحلو ده جايبه منين انا شايف البطاطا ايوه حبيبي فريد شيرتات جديده حلو انا عامل لك دعايه 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 انا عامل احنا عندنا مفاجاه قولي مفاجاه امي يلا ام عز بابا انا عايزه ابلغك حاجه بس ما تفهمنيش خير يا رب تخليني ولا ايه عمري ما توقعت ان انا اجي اقول لك حاجه زي كده انت خايفه منه لا بص يا بابا طبعا انت عارف ان انا واحمد متجوزين وانت موافق على الموضوع ده صح؟ وانا اللي موديك اللي يجي بيه صح؟ كده احنا لحد هنا كويسين خش في الموضوع ده يا بيبي انا بجمع من ابو اخر كده من ابو اخر بابا انا حامل بتهزر انا جاي معاهم كده انا جاي معاهم كده انت عقبالك يا حبيبي لا بس ده عايز يفرح وده هيبقى خال ده هيبقى خال في اجماع على ان عمر لازم نفرح بيه الفتره الجايه ان شاء الله لازم نفرح بيه يا ريت تيجي تكتبوا لايكات كتير عشان تكتبوا لايكات ها لازم تعملوا لايكات كده مش عارف اقول لك احلى خبر بصراحة. وانت كمان بقالي كتير ما شفتكش وحشني فانت جاي الخبر حلو انا دايما اجي بالاخبار الحلوه هو ما بيجيش في الاخبار الحلوه الله يبارك له الله يبارك لعمر مرحبا عقبالك كده يا حبيبي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله احنا كل لايك هنشوفه على الفيديو ده ناس عايزاني اتجوز برضه عشان انا كمان حبيبي يا ابو عز خلاص بقى احنا نشرب حاجه بقى بمناسبه الخبر اللذيذ ده شوفوا تشربوا ايه بيره ساعه بيره بيره ماشي بيره كلام طب خلاص ما ينفعش لا لا حاجه ساعه مش هينفع حاجه ساعه مش حاجه ساعه بس طبعا معز مش هينفع حاجه ساعه حاجه جديده لازم بلاش المشروبات الغازيه عشان غلط الله يبارك الله ربنا يبارك فيك يا بنتي يا رب تسلم ايدك يا حمو يا عسل طب فاكهه بقى بالمره ماشي شويه فواكه كده ماشي ده خبر جميل ماشي لازم نبوظ الدنيا ونفرتك ونشرب ماشي الجمال ده انا مبسوط جدا عصفورين صح ولا تشيلت ايه واي حاجه تطلبها نفسها فيها لو مش موجوده تجيبها رقبتي ما تعملهاش بقى رقبتك وبص ده ما فيش رقبات والله العظيم رقبتي دي امانه في رقبتي حاجه ما ينفعش اي حاجه تطلبها ما تشيلش تقيل غسيل انت اللي تنش الاكل كله انت اللي تغسل على عمايل الاكل شرب الميه كل مش تعمل حاجه السوق انت اللي هتتسوق كله كله
كل انا قلت ونبي انت رايح فين؟ عاوزني حاجه بسيطه بس انا مش اي حاجه تسكاوت انا اللي جاي بس الجيم وكده قولي بقى اليوم دول تاخد بالك من اكل كده وتشوفي بقى تتابع مع دكتوره كويسه اه جايب لها دكتوره كله تمام وعلاجك بتاخديه بانتظار عشان الحاجات ديت في الاول كده بتبقى محتاجه ايه؟ عناية انا مش هنبع عليك تاني خلاص والله في رقبتي رقبتي سدادة طب مش انا هاجي كلهم اطمن على رقبتي عليك يا ريس تيجي تنور تنور الدنيا تنور الدنيا وعقبال كده مفرح بيك يا عمر اه عمر صراحة حاجة تبسطني يعني ايه بصفة شخصية يعني انبسط بحب عم حسني والله ان شاء الله باذن الله عن قريب يعني انا هبقى بابا جد اه يا جماعة شكرا عايزك تتجوز وكده فانا ممكن اعمل مسابقه اي فتاه حسبت المظهر تخش تبعت لي صوره ومعز هي اللي هتختار خبر لذيذ وجميل وانا مش عايز اقول قمه السعاده اللي انا فيها النهارده انا عايز اطلع لحد الميدان كده اصلا عشان المبسطه لا احنا مش عايزين نقول والله الخبر الحلو لازم يجي للناس الحلوه ودلوقتي يا جدعان المفروض ان ابو عز وام عز روحوا وانا جبت الرجاله هنا طبع طبع يا عم جينا الصبح عشان خاطر يا جدعان وانا قلت لكم الخبر المهم ايه بقى ابو عز حامل ازاي يعني مش هو اللي حامل مين اللي لعب في ابو عز مين اللي لعب مين اللي لعب في ابو عز يعني في ايه في الموضوع انا اتلخبطت مش ابو عز هو اللي حامل ابو عز هيجي له بيبي عز جاي من الاخر هيجي له عيل بيبي عيل بيبي الساعه هيجي له عيل الساعه يا عزيز العمل ولا هيجي له طفل طفل بيبقى صغير يعني انت هتبقى عم هتبقى عم عسكرينو يا ابو عز يا بلاش واحد غيره ما ينفعنا كده لو من هنا عشان البلكونه بتاعته الداخليه يسمعنا بص عم عز عم عز حبيب اخوك ده كبير وانت اخوك وانت مرات خال عز بابو عز بابو عز يلا ده مرات خال عز يا عز يا عز طبعا احنا طبعا نجيب غالبا هو في الدور ال 12 هو غالبا هو مستحيل يسمعنا بس احنا من فرحتنا بالموضوع بارتي قويه نجيب له ادي له واحده كده قوية شخص قوية ايه الحتة بقى ايه 2009 لما عمر شاور كان بيصور قلتك ايه عسكر حنجرت احمى مرة كنت رايح اعدي على احمد علي تقريبا لما كنا جايبينه السكوتر الجديد كنت تحت البيت احمى علي كنت سانتا حلولة احمى شاور كله سانتا حلولة احمى شاور اسم انا ده نجم العز الاسم جديد ابو عز اهم حاجه يا جدعان اهم حاجه يا جدعان عايزين الفيديو ده يوصل لايكات كتير عشان خاطر مناسبه بوجود عز ووصول عز واحد هيبقى مطرش في 1000 فيديوهات اليوتيوب عز الصغنن عايزين الفيديو ده يوصل 300000 لايك لعيون عز ولعيون اللي واقف عامل نفسه منبنها اللي مستني ابو عز معانا عامل نفسه منبنها مستني ابو عز معانا في الحدائقه ودول صحاب ابو عز ايوه ريس ابو عز عشان قبل ما يتولد فاهم الاكونت ايوه هنعمل له انا ايوه انت مستني عز يجي لا انت على السوريش كله مستنى عز يبقى في الحلقه عامل نفسه الحلقه بس حته عامل ايه شرب خمس عامل ايه شرب الالوان حرام عامل ايه عامل ايه عامل ايه عامل ايه عامل ايه عامل ايه عليكم يا ريس ما علينا يا جدعان من الجثه المكمكمه اللي ورا دي اهم حاجه عايزينكم تعملوا لايكات وكومنتات احلى تحيه لابو عز سبسكرايب بقى عشان خاطر نخش على 7 مليون بقى احتفالا بالولع عز الجديد بقى بعيدا عن الحرامي اللي بيسرق العجله من ورا عسكر بيسرق ورا وبيفتش يا ابو عز ايوه عسكرينو كم قلبي عايزين الفيديو ده يوصل 300000 لايك من اجل عيون عز وابو عز ونشوفكم الفيديو الجاي سلام